بوتيل أناناس تكفي 4 أشخاص. المقادير: 350 مللتر أو كوب ونصف عصير أناناس غير محلى، 250 مللتر أو كوب حليب، 450 غرام مكعبات ثلج، 250 غرام أناناس طازج مهروس، 50 غرام أو ربع كوب سكر كاستر. طريقة التحضير: نخلط عصير الأناناس والحليب ومكعبات الثلج والأناناس المهروس والسكر في خلاط كهربائي حتى نحصل على مزيج ناعم.